يعني كل من تابع الأحداث الأخيرة وخصوصا الهجوم المدبر والغادر على قطاع غزة الذي أوقع حتى الآن 48 شهيدا قتيلا وشهيدا فلسطينيا، ثم الهجوم على نابلس والانتهاكات اليومية للمسجد الأقصى، كان يتوقع حصول ردات فعل من هذا القبيل. هذا أمر ليس مفاجئا على الإطلاق، ليس بحاجة لكثير من التخطيط، ولا هو بحاجة أصلاً إلى بنى تحتية يعني معقدة. نعم. يكفي وجود الحافز والاستفزازي ووجود السلاح، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل هي التي استدرجت مثل رد الفعل هذا، وبالتالي هذه ردة فعل يعني انفعالية عفوية طبيعية. نعم. متوقعة حتى من قبل الإسرائيليين على ما قاموا به خلال الأسبوع الأخير من أعمال مختلفة أودت بحياة أكثر من 50 فلسطينيين حتى الآن. يعني وقف إطلاق النار لم يمر عليه أسبوع وجاء الرد بهذه العملية، كيف تتوقع الأيام القادمة؟ يعني هذا يعتمد على السلوك الإسرائيلي. يعني أنا لا أفضل، يعني لم يكن هو وقف إطلاق النار بين جيشين متقاتلين. نعم. الحقيقة ما جرى هو وقف مؤقت في العدوان الإسرائيلي الشامل. إسرائيل هي التي هاجمت دون أي داعي، دون أي مبرر، دون وجود حتى أي طلقة من قبل المقاومة في غزة، ثم قامت بالهجوم الواسع على قطاع غزة دون أي داعي بحجة وجود تهديدات لا أكثر ولا أقل. على كل حال حتى بعد التفاهمات التي أبرمت، وهي تفاهمات شفوية على كل حال، تواصل الهجوم الإسرائيلي على مدينة نابلس وأوقع 3 شهداء في الهجوم الذي استهدف الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه. وبالتالي لا أعتقد أن الأمر بعيد عن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المفتوحة والمتواصلة وسط الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى متواصلة. وبالتالي يعني كان طبيعيا أن تحصل مثل ردات الفعل هذه. بالعكس، ربما الغريب أنها تأخرت كل هذا التأخر، لأن هذه العملية هي تعبير عن غضب يعني عارم يتأجج في صدور الفلسطينيين في كل يوم من هذه الانتهاكات والاستفزازات.